هم طوال نيم يا فمي ليهم بشكر الأبطال أصحاب الرسول الشغل ليهم طال ندعوك يا كريم يا حي ويا متعال في ذات وصفات واحد وفي الأفعال قادر مقتدر ليه ما يريد فعال حيا باقيا الموت عليه محال احفظنا الجميع في حلول وقت الرحال من محن الزمان انقذنا من اوحال في الدنيا الامان في الاخره بدرا عال بيداها الرسول سيد وتحمام الاول من يا فمي لهم بشكر الابطال اصحاب الرسول للشغل لهم يا الهادي البشير ما واحد الضلال والسيف ذو الخلق العظيم تألف الوحوش الصيف محمود الخصال أحمد مليح الزين نبيا أصل الأنور قطمة بظاهر الفين قالوا العارفون في قبر ماك سحيل إن الجنة يرزق سيد عمر وأبي قال أنا شفيع من يصلي عليني نم يا فم لهم بشكر الأبطال أصحاب الرسول شغل لهم طال الصديق أبو بكر رفيق القار الصديق أبو بكر رفيق القار آمن بالإدامة وصدق المختار أنفق ما مدواك يود باليمين وإسان يمرك بالأغر شمال سيفه البتان أفنى البارد من طائفة الكفار خلاهم رميم مثل الحشيد والباقين جروا زي الحمامة الطار من قاعد الصحابة مهاجرين وانصار مهاجرين وانصار يا خليفة الرسول في الأمر كان مشار نم يا فم لهم بشكر الأبطال أصحاب الرسول للشغل لهم أسلم برز شهر الأذان في الحين معه المسلمين واقفين على الصفين يوم دخل الحريم بنفش كل بدين هزام الصفوف في عم بدر وحنين والنجا من هجاري في البلد ليوين بالتيه والغفار واحد صفوف ميتين كم كم جاب أسير لا مية لا ميتين عز المصطفى بحرا ونصراتي ظهرا ونصراتي يا إبليس وبجهل واتباع محزونين نم يا فم لهم بشكر الأبطال إلى النورين خليفة المصطفى الغواب النورين خليفة المصطفى الغواب في جوف الليالي والنهار صواب أمن هو غاد النازل فيه تمام منه بتستحيل أملاك يردوا سلام جهز جيش رسول في أصعب الأيام يوم برر ركب قاد
الجيوش قدام الميدان نهر زي الاسد كرزام افنى المشركين لجنودهم اهلا من نصر الرسول ايد الاسلام ايد الاسلام وايد الشريعة ورافع الأعلام من يا فمليهم شكل الأبطال أصحاب الرسول شمليهم طال الكرار علي فارس الصفوف والخيل الكرار علي فارس الصفوف والخيل يا أسد الله الرذم في الحرب ما له مثيل الميمون ركب كبر وصاح بالحيل شايل ذو الفغار كم فك ديل من ديل أفنى الملحدين خلى الدماء كالسيل والباقين جروا زي النعام والريل طشوا بالخلا رايحين عطاش بالميل وطلعوا الجبال لاقوا الوكر والهيل لابدين بالنحار لعيسى واد الليل في الدنيا الدمار وغدا عذاب الويل أحيا الدين رفع كلمة التهليل كلمة التهليل نصر المصطفى نجم الهدى الإدليل من يا فن لهم بشكل الأبطال أصحاب الرسول يا ست العدول مرحب بهم مرحب الست العدول مرحب بهم مرحب يا فرسان اللي طامحين في الخيول تركب السعد وسعين يد الارض ذات الله سيدي ابن عوف عامر لقاه صعب العصات الدم الفندي ودرار خالد رئيس الحرب العباس وحمزه قال امرهم اعجم تكبيرهم لجيش المشركين يرعى سيفهم لفحول الكافرين شقلا تلتقط الرؤوس زي الطيور للحرب طير نومهم وولى القلوب كركان خلوهم رميم فيهما صقر تلقى فجاب النصر وعلوا دين الرب عزوا دين الرب تبعوا مصطفاهم ما بصدق وادب مبنين يا فن لهم مشكل الابطال اصحاب الرسول الشوق أيام للعشوق قبل الجسم عسم خلاه بيلوح وأمره تجسم اسمه في دفات سافر وترسم أرجوك يا كريما قال للرزق قسم نكرم بالأمر تنطق قلوب سم يا فم لهم بشكل الأبطال أصحاب الرسول الشغل لهم طال الصلاة والسلام منحلق الأمطال الصلاة والسلام منحلق الأمطال الذات الشريفة معدن الأسرار تسعدنا الجميع في دعوة الكدام به الحفظ من سائر الأشرار تصليح النفوس وتبارك الأعمال تصليح للزريع بطلئ
والأمطار كف عن الجراد والطير ثم الفار تسهيل المعيشة ومن غل الأسعار وتحل المشاكل للأهل والرجال من شر اللصوص ثم الفحم ثم فجار والعافي الجسوم من سائر الأسحار أمراض العقل ثم الجنون والظهار تعمر للمساجد بالعلم والأذكار من قرب الزريبة وشروق سنار جملة الساكنين والبيت الحوالي سائر الحفار الخن هم والأم والغايبين حطام حلال في سند لا عند لوت تندار الركب وانبذل أمر يخقو الكوفار مجرور والبنية وزايدة لشوقة حلال التوير لي أخرجوا مختار جوامع وجميع بذع وبني جرار أن يرعوا الغنم الإبل والأبقار دار حم الشريع غربي هواك الدار حلال الرحد لا عند الإمتنان كاف المسلمين في سائر الأبطال شكرا للأبطال أصحاب الرسول شكرا لهم.